صباح في النور سرور من دبي الفنان اللي ما شي شراكته ليه مسوي له هذا الخور الله ناقصين يا صباح الخير والنور من دبي ليه خدبوها هالخور الفنان اللي ما سوى شراكته في الدنيا هاي عبارة يعني سبق او هب سبق اسمه الحسم غير سبق شيء لا صار ولا استوى شيء يعني في الخيال واستوى حقيقة مت يعني تشوف شيء بهالنمور بهالجودة وبهالدقة وبالملي وبالسانتي سانتي لو سانتي بالسانتي أكيد طبعا بس يعني شيء في منتهى الروعة تبارك الرحمن برجال إفادة من هل العرف حين أنا بدور 27 ما أدري 23 والله نسيت يتم في الليل البارحة ولا اتذكر انا في اي دور. في الليل اي يعني الساعة 12 ونص تقريبا في الليل لا الله. انزين فاقول لكم الحين من الخور تبي سويت زولنا غزل مغوط هنا غزل هو مال خبار هو 23 هو يا روف مال نيسر ما تعرف شو يعني علم عند الله لكن اظني انه يا روف خلوا يعروف يسوون لك هرب صغار مسوي لبويات كبار اكيد هذا من الغزول الكبار شيء حد ما اعتلم سمسة خط يعني العلم عند الله والله عليك بهالمكان لا والجو فنان غير نمونه يا صباحكم خير ونور وسرور من دبي الغالية أم الزين أم كل شيء فنان المبدعة دائما أقول لكم أنا عادة يعني الله يحفظكم مني يظهر سيد أبتدي ألبس سفرة الحمراء يعني وأخذها ما تحتم وحدة لين يحر الوقت فالسنة أخرت أنا في لبس السفرة الحمراء لأن أبوي سهيل كان البارحة أشوفه والله هنه شرات اللي بيغير رأي فالحمد لله اليوم أشوفه في دبي اعتزل زين المراد لعل الله يحفظكم أنا ساير شغل عندي اجتماع الساعة 10 هو اجتماع وايد زين بيعيبكم الموضوع كل شيء فنان وكل غاوي لكن إن شاء الله بتظهر الأصداء في بعد يمكن 25 يوم ولا 20 يوم بتعرفون كل شيء والله اني رديت من تحت لفوق مرة ثانية نسيت دواية زي شو اسوي عاد حد في الدنيا احنا نمشي باي ادويات اللي ما فيه ضغط فيه سكر اللي ما فيه سكر فيه طحنة الزمان احنا شباب يحالوه عيال البارحة بعواقهم واسقامهم وين يا ابوكم عاد اللي مضى عليهم العمر عتية الحمد لله ليت عاد اقول لكم هل بالفندق يشلون هذا هالإشارات الشادر مضلل على الجامة فمغطي على المنظر جميل دبي كلها زينة بكل أحوالها على كل أحوالها كل أحوالها على في كل أحوالها جميلة على شارع الشيخ زايد على طرف على يم شرق غرب كلها زينة دبي فما أتوقع أنها لو يشلون هذا بيكون أخيار حد رأب اسم الفندق ليلة فيه وربكم يلي تعبدوني أني ما أعرف اسمه لين الحين العيال هم اللي بسوي لي الحجز كان يلفت وانا يا سار مص ما سمعت رنه مالته اعتقد يعني انزين اقول لكم الموضوع اللي جاي يعني اسبه دبي اليوم الحين شغلتي اللي انا فيها موضوع وايد فنان وكبير وضخم ما شيء كبر في الدنيا العوده
يا غير ما بارو مر مساعدة لين وقت الافتتاح الرسمي. شيء فنان لا صار ولا استوى. وقت الافتتاح الرسمي يا جماعة الخير تشوفون اللي أنا أشوفه. شوفون هالشيء العظيم اللي أنا أشوفه. أنا هذا الشيء لو ما أدري وعرف بعمري إني أنا في دبي ومتأكد وعندي يقين بتحرى عمري أنا في نيويورك شيء من هالبلادي. نعم 100%. أنتوا الحين لو أرقد ونش والقط عمري في هالمكان وقل بسم الله الرحمن الرحيم هذا السحر إني أنا في دبي هذا ما يليج في العقل. لا إله إلا الله. بالخص أنا ما أصير ولا ما أجيب هالبقع منطقة البنايات وهالأبراج كلهم ما تديت ولا تطحت البقعة. فلذلك أشوف الشيء غريب زيادة عن اللزوم. شوف الله عليك يا رب البيت والحرم يا الله يا رب تحفظها من دار وتحفظ حكام. شو بقولكم تحرون شيء صار ولا استوى؟ شيء أبوي لا صار ولا استوى. منظر أغرب عن الخيال. أصلا يا أبوك ما تروم ترمس؟ لو بترمس شو بتقول؟ شو بتقول الحين أنت لو بترمس؟ الرمست أبوي خربت على المنظر هذا كامل اللي الناس تشوفه حينه بيخترب المنظر. وشوف أنت منه يا سلام سلام مرة شيء أبوي يا شيء أغرب عن الخيال. أغرب عن الخيال شيء عجب. هذا يوم أقول لك العجب عجب العجاب هذا هو اللي يطرونه عجب العجاب. خاصة يوم النوير لو بتقول اللي تقوله لو بتقول اللي تقوله كلام الكون كله ما يسد ولا يعبر ولا تروم أي كائن إن كان تحف معمارية ربانية. سبحان رب العالمين سبحان الله. شوف المناظر كيف شوف هالخيران إيش قال محفرة وإيش قال معدة وإيش قال ميوب هذا من هاك المكان إلى هالمكان. ودقة تقسيم الأراضي ودقة تقسيم البنيان وكل مكان عطي مساحة يعني شيء لا صار ولا يوم يقول لك شيء لا صار ولا استوى هذا ابوي هو اللي لا صار ولا استوى. هب بعد لا صار ولا استوى الخالي لا حياه حياه حياه. اللهم ادمها نعمه احفظها من الزوال يا رب العالمين. اطرح البركه في هالشعب وفي حكومتي يا رب العالمين. كم مره معالي هالبرج وصورت لكم كل اللي شفتوه. البرج ظهر هذا برج خليفه برج خليفه والخور القناة المائية وظهرت الدنيا كلها. يعني تحسون ان المكان يعني كأنك قاعد تحلم. سمعتوا بالحلم احلام اليقظة هذه هي احلام اليقظة اللي انا اليوم شفتها. حرام ينكم التحرر الحلم متى استوت هالدنيا ومتى سووا هالمشاريع متى لا هاي يوم يقول لك غمض برج وفي جيل يا رب ارحم تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ادمها نعمة احفظها من زوال يا رب العالمين ويحفظ ان شاء الله كل من فكر وبنى وعدل وسوى حتى لي يخممون الشوارع يا الله يطول بعمارهم ولي ينظفون ولي يرصفون ولي وهل بالبلدية وهل بالكهرباء وهل بالتليفون واللي حرسون والخيال والشرطة والجيش والدفاع والعلم والخبر وهل بالتليفونات وهل بالكهرباء يعني كلهم الكل اللي قاموا وسووا هالمشروع يا الله يحفظهم من كل شر. نعم انها واجهة تشرف الدولة وتشرف الامارة وتشرف كل انسان يحس بانتماء لهالوطن كل انسان يحس بحب هالوطن يزيد شرف كأنك تملك برج. من توصل هالمكان تحس ان السامان هاول هالابراج وهالشوارع مالاتك مالاتك روحك يعني مالك حد فيه شريك. ما يدر عن حسي يبين ما يبين يا سلام سلم يا سلام سلم والله انه براد مساعي يوم هناك فوق البرج اللي هناك
الدنيا تتوهي فوق يعني حيث انه فوق السطح، وكم درجة الحرارة ما يدرى فيها كم، يا غير الحين هني في المكان هذا ظله ظله يا غير الدنيا برود. والله يا ابوك ما تقول انت في الامارات، اعتدل الجو واعتدل الطريقة خيالية. ما زينك هالمكان هذا، ما اعرف شو بيسوي، يصيحون هالعرب، هذا اللي يصيحون هالعرب، ما زينك هالمكان. هذا في الليل بحكم وانا من فوق، انا هنا شبد السماء عاد انا ساكن شبد السماء، بس في خاطري انا بعيد بسكن وبسير من غير ما طالع هالمكان الفنان. شوف زين المكان اللي انا فيه، نافوره تصب لي شرات شلال في الليل تبين من فوق، غير ما شفت انا الحين اظني تشتغل بس الا بالليل ليل اتوقع يعني، والعلم عند الله. ترى ابوي اقول لك طلع ما بغزل، هذا اللي تشوفونه بغزل، حرة غزل، حد مسكر داعب ولا شيء. ترى ابوي هذا مكان ممنوع حد يخطف من هالبلبوانيش وهالبطرادات واليخوت، ليه بيخطف خطف من النصيبة، لا تصير لا شرق ولا غرب، قايسين من البوي هاي الحمراء لين البوي الخضراء، هذا مساره اللي بيخطف، وذاك وين لازم يطرج هالمكان، ممنوع يصير شرق ويصير غرب. شرات المواقف الهن ما تعرف شو طريقتهم. هل بالفندق هذا بعد ما قصروا حليلهم، قالوا لي ابوي لين المغرب بنفس جيمة اليوم الاولي، يعني بيحسبون لي ان يعني ما بيزيدون علي، هب ما بيزيدون علي، ما بيزيدون السعر، ما بيحسبون نصهم غير قيل. قلت ابوي حش علي بالبارح والله هم عطوني كاتبون الصدر، وحين قلت لهم عاد ما بقيل وسامحوني ترخص من هذا الفندق، وبالبارح محاسبنهم خلص وخلوا عني بس مال اليوم، ما اخذوا مال 6 ساعات زياده، حيلهم ما قصروا وبس. وحين ان شاء الله بصير ابو ظبي، بصير ابو ظبي ان شاء الله بيكون هنا غداي، بتغدى هنا اذا الله جعلنا من حيين، والله راد هناك بيكون غداي. مساكم الله بالخير، الحين عادي على الله يحفظكم وصلت سيه شعيب، ويعني مسج قبل شوية شباب يعني اتعارف وياهم بيني وبينهم معرفة، قالت شكرت الجيش وشكرت ما ادري منو، ما خليت حد ما شكرته، بلاهم هل بالتحريات ما قلت لهم شكرا، يا ابوي انتم ما بلكم شكرا، انتم يسدكم شكرا، انت ابوي يسدكم ابوي مليون شكرا، شكرا بعد ما يسدكم مليون شكرا شكرا، هل بالتحريات مليون شكرا شكرا ما يسدهم، تقومون بدور ما حد يقومه ولا حد يروم عليه اصلا ولا حد يقدر يجاويه، الدور اللي تقوم به التحريات دور وايد قوي كبير ما يتحمل اي انسان، يبال انسان مؤهل عنده قوه وعنده استطاعه وتحمل. فالشكر ما بالله بعد للتحريات، الشكر بعد لهل بالمرور، المرور والتعقيب وأي شيء تحت لواء وزارة الداخلية له جزيل الشكر، لأنه بالداخلية الناس عايشة بأمان. ترى ما شيء أشد وأقوى عن الدولة اللي فيها الأمن والأمان، أي دولة فيها أمن وأمان تجيك والناس تأخذ حقوقها، في أي دولة فيها أمن وأمان الناس تعيش بسلام، تعيش بأمان، تعيش فاتح بيوت بيبانها طلقة نصبح ونمشي بخير وسهالة، هذه روحها نعمة، نعمة لا تقدر بثمن. وتحت يعني كثيرة من البلدان، كثيرة هي البلدان اللي تفتقر نعمة الأمن، تفتقر نعمة الأمن، لأن وزارة الداخلية عندهم الأمن مش متقدي، وزارة الداخلية عند قوة وزارة الداخلية وقوة الجيش، ياك الأمن وياك الأمان وياك الجيش القوي، تمن على بيتك على عرضك على هلك على حلالك على تجارك، من وين كيف تمنت على هالشيء؟ ما تمن إلا إذا في رجال
الرجال أقوياء، رجال أشداء، الرجال هذيل وين يكونون؟ تحت أي لواء؟ تحت لواء الجيش وتحت لواء الداخلية. فلذلك خاصة الداخلية، الداخلية يعني على الله يحفظ كل حد يعني يسمى المسمى الوظيفي تحت مظلة وزارة الداخلية على الله يطول بعمره، سواء ذكر أم أنثى، وبالأخص هل بالتحريات، بالأخص أهم حد أنا أشوفه بعيني روحي هل بالتحريات، هم الجندي المجهول هذا اللي يشتغلون بالغباء مساكن عليهم مسؤولية وايد كبيرة، هل بالتحريات عليهم مسؤولية لله درهم، لله درهم، لله درهم، يعني تعرض حياتهم إلى المخاطر، تعرض حياتهم إلى أطلاق النار، تعرض حياتهم إلى الهلاك، إلى الجتل، إلى الموت. يا غير نحن ما ندري ما نعرف شو سبب موته، والله يقولك فلان نط ومات، هو فقير ما نط ومات، يا ناس يحرسك أنت يا المواطن، واستوت عليه مصيبة وهو يحرسك أنت. اللي أنا أطريه قسم مكافحة المخدرات تبع التحريات، لكن اللي أنا أطريه بالذات قسم مكافحة المخدرات، قسم مكافحة المخدرات، الجماعة هذه يتعرضون لأشرس هجوم في الكون، في الكون أشرس هجوم يتعرضون لهم هل بالمخدرات، قسم مكافحة المخدرات يعني أي مكان يوجدون يعني طلق رصاصيهم، طعن سكاكين، تتقصف آجال عشرات منهم، غير ما حد يدري شو السبب. هذا كله بيحرسونك، بيحرسون عيالك، بيحرسون الدولة عسب ما تدخلها سموم المخدرات. أي بلد تشوفون هداثر وخربانة عرفوا أن كل ثلثين اللي فيها يتعاطون المخدرات، فلذلك ما شيء من القيادة ولا من الشعب شمنا، لأن الدنيا كلها خربانة عندهم، فلذلك رب العالمين شل خيرهم واندمرت البلاد بكبرها اندمرت كل مشيو من المخدرات. فلذلك جهة مكافحة المخدرات في الإمارات تبذل جهد تشكر عليه، ما حد في الدنيا العودة يبذل الجهد لهم يبذلونه، الكل منا والجميع يتحرى المرور، الشرطة، الجيش، الداخلية، يعني هل أهم شيء في الدنيا العودة هم مكافحة المخدرات، على عاتقهم شيء كبير، عبء ثقيل، ما حد يروح ليبال تعيز عنه، ليبال ترى والدايم شديد، كم فيهم القوة فقارة، كم بيقاوون، فلذلك يعني يبذلون جهد، يعني لو الواحد بيسوي تمثال حق كل واحد من هلب اللي يكافحون المخدرات بعد مقصر في حقه. قسم مكافحة المخدرات، قسم مكافحة المخدرات الله يحفظكم ما يقوم على حفظ أمن دولة الإمارات فقط، لا، على أمن دولي كل الدول اللي في الكون يمكن. شو السبب؟ أنا بخبركم شو السبب، أمن دول المنطقة، دول العالم، بس مكافحة المخدرات على هالأساس أقولكم، حتى هل ما مكافحة المخدرات يوم بيسافر ويا فريج شرق ولا غرب في دولة وين يكون، لأنه مخرب عليهم شغلهم في أبوظبي، ولا مخرب عليهم شغلهم في الفجيرة، ولا في دبي، ولا في السعودية، ولا في الكويت، ولا في البحرين، ولا في أي دولة، لذلك تتعرض حياتهم إلى تهديدات وابتزاز واختطافات وجتل وزهرة ما طحن تبود اللي يتاجرون بهالأشياء. الجماعة هذه اللي في هل بالتحريات منو ضد الليلهم، منو عدوهم، ما بعدوهم بس اللي في الإمارات، لا، يتعرضون العصابات دولية، لأن اللي تمشي العصابات هذه اللي العصابات تمشي بضاعتها عن طريق مثلا اقول انا ما اثبت، لا، مثلا عن طريق ترانزيت مطار ابو ظبي، ولا ترانزيت مينا ابو ظبي، ولا ترانزيت مطار دبي، ولا مطار الشارجه، ولا الفجيره، عن طريق
فلو ما كان جهاز الأمن جهاز مكافحة المخدرات قوي ما تسمعون بين يوم وترك لقطوا مليون طن، لقطوا 1000 طن حبوب، لقطوا 2000000 حبة كوكباس وبوكباس وما أدري شو بوكباس. هذا كله وين يلقطونه؟ صدفة هذا أبوي ما يلقط صدفة، هذا مش صدفة أبدا، هذا أبوي تعب ورجال تعبت لين أطاحوا بهالخلية. زين الخلية حين هاللي طاحوا اللي اكتشفوها في الإمارات وزخوهم وكافحوهم وتعاونوا ويا كذا دولة ولا لا 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 ما لهم أبوي روس، لهم روس، والروس هالين يصيرون ينزخون يأخذون وقت. فلذلك أبوي طرشون طارش يصير يجفلوا فلان وزخوه بيته ولا زغد أمه ولا كسروا ريول ما أدري منو ولا جفلوه ولا هددوه ولا رشوه. المهم نفتك منه هذا الشخص اللي زخ الكمية، لأن الكم يزخون مليارات مليارات تصير عليهم دم فاسد. فلذلك رب العالمين حاط في هالبلاد رجال أقوياء لا يهابون إلا الله سبحانه وتعالى. عصابات كبيرة، عصابات كبيرة فوق ما تتخيلون، عصابات ما يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. رب العالمين يقوي جنده، جند اللي هم رجال منو؟ رجال مكافحة المخدرات. هاي جند، جند من جنود الله سبحانه وتعالى، رب العالمين مخلي فيهم القوة، ولا منو يروم عليه؟ عصابات هاي كبيرة ما أدري وين، مكوادور بطرادور ما أدري شو، هاي كلهم منو يروم عليهم. انتم ما تلاحظون انه زخل بالمخدرات الكميات الكبيرة بس في الإمارات؟ شو السبب؟ هذا ترى ما استوى شيء عبث، لأن الدولة تتمتع بموقع استراتيجي وعلاقات قوية بين الدول كلها، من ناحية الميناء، من ناحية الأمن، من ناحية الأمان، من ناحية الخطوط وسير الخطوط، البواخر والطيائير وكل ما يخطر، الطريق البري، الطريق البري هذا اللي تشوفونه خط ساير جاي عليه دمبك ساير دمبك جاي مال طريف، هذا هذا خط قويفات دولي، ما يدق سلف من 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 الفجيرة لين بيروت، خط دولي لا شيء لا يمين ولا يسار. فلذلك كل العصابات تختار الإمارات. ليش تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي ما يوجد عند تنوع الجنسيات اللي موجود في دولة الإمارات؟ كم جنسية؟ ما أدري 240 247 جنسية. هذا روحه ثقل كبير، انك انت يا وزارة الداخلية تقدري تسوي كنترول على هالعالم كلها، مختلف مذاهبها، اديانها، اطيافها، اطحنة الزمان، هذا كله بويه شيء متعب، متعب منه. الحين انت بشكارين عندك في بيت او ثلاثة، من كل واحد من نيبال، واحد من الهند، واحد من بنغلاديش، كل يوم بينهم مال ما جسم، كل يوم صدع وديان وضرابة، ما بالك انت فات في بلاد كذا 100 جنسية، البانيان، السيك، سلدار، المسلم، المسيحي، كريستيان، كريستيان صح كريستيان اللي هو عادة. فمنو يروم يسوي هذا كله يسوي عليهم كنترول؟ منو يروم يسوي عليهم كنترول؟ لكن هيهات أبويا، هيهات هيهات هذه الإمارات أبويا، الإمارات اللهم احفظها واحفظ حكومتها واحفظ شعبها واحفظ كل مقيم فيها وكل مقيم على أرضها يا رب العالمين، من شر لشرار وكيد الكائدين هذا اللي يدورون السبب يصطادوا في المي العقرة لما قالوا المصريين. الترابط الأمني اللي بين دولة الإمارات وباقي دول العالم هذا ما استوى بشيء بسيط مني والطريج، هذا استوى بقوة بتفكير بتركيز بتعب، كم دسوا الدسائس وكم داروا الحاقدين على أساس يسوون الخلخلة بين دول العالم وترابط الإمارات بينهم. ترابط الأمني هذا مش بس بمكافحة المخدرات، بالأشياء وايدة وايدة الأشياء اللي فيه تعاون بين الإمارات، الأشياء السياسية، هل بالجيش هل بالداخلية، أمنيا كل شيء، تجاريا شمنه، هذا كله من الأمن اللي موجود في الإمارات، كله من قوة
ذات الترابة. لكن كان تبون الصدق أقوى شيء وأثقل شيء، أكبر عبء موجود على 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 رؤوس منو موجود على هلب المكافحة المخدرات. أنتوا تدرون بعضهم يتبيتون في البحور وفي البرور بالأيام بالأسابيع بالعشرة أيام بخمسة عشر يوم، شمل وهويات وضفات، حر ولا برد، بوينش كل بانوش 23 قدم في هالضفات وهالهويات يجلسون مرابطين. أتي تهريبات من الدول المجاورة، البلاد الفلانية، البلاد العلانية، يدخلون المكان الفلاني، المخدرات الفلانية، أيون أبوي مسلحين، يستوي طلق نار. كم مرة بمرة استوى طلق نار عليها الفقارة، يردون بيوت أبوي اللي بلي صماخ، اللي مطارين رياخات بلي خشم، اللي ميت، اللي مقطوع ايديه، ها كل أبوي مورا، ها كل تدروي ايش عسب، ها كل يحرسونكم، كل يحرسونكم، يحرسون بلادكم، يحرسون عيالكم، لأن آفة المخدرات إذا تتفشى في أي دولة اغسليك منها بحر، خلاص لازم البلاد كاملة تتغير، شعب بالمهات بالبهات باليدود، لأنه خلاص إذا اليد يدوخ ويصيص رطح حبوب واللم واللبو العيال قد تبوي الأمة هاي كلها النمونة. فلذلك أبوي هذا الدمار شامل يسمونه، دمار الشامل، ما بفدى قنبلة الدمار الشامل، لا هذا الدمار الشامل بطيء شوي شوي، فجأة تلقط بلد كاملة متخدرة، بلد كاملة متخدرة. وشو خانة بلاد ميتين أهلها أرقود، حط داروا على مكتب أرقدوا، داروا في حراسات أرقدوا، داروا أبوي في الدورية دعموا، كلهم متبنجين، شعب كامل متبنج متخدي، شيء منهم يقبضون حراسات حتى في البرور في الحدود البرية، خلي البحر شيء فوق ليبال، شيء في المطارات، شيء تيهم طرود تنقع فيوهم. شو بقولكم يا غير، انتم ما تدرون، ما يبيعون عن هالأمور، ما يبيعون، كم بيبيعون، كم بيبيعون، لأن ما يبون حد يدرو بهذا منو، اسمه رسمه علمه اخبره، ما يبون، لأن هذا أبوي يشتغل وراء الكواليس، يحرسك، يحرس عيالك، يحرس شوفاتك، يحرس حلالك. أي بلد تكثر فيها المخدرات هذا أبوي الله شال خيرها، هذا أبوي يوم يقول الله حط باسع على فلان على البلاد الفلانية يبتليهم أبوي بهالسموم. من يبتليهم بهالسموم؟ بس اغسليك بحر، لو بتباهم ربك اللي خارج إنك عند أهلها، بن عمك أصلي، بن عمك أصلي، ما شيء لا حياة لمن تنادي. جين شعب كامل متبنج، شخانته جنك تأذن في مسيات خراب، شفت اللي يأذن في مسيات خراب واللي ينفخ جبه مخبوقة هالنمونة، ما شيء حياة. البلاد كلها هلها ميتين، والشرطة ميتة، الجيش ميت، ودنا موظفين عاثرين، شخانتهم أبوي هاي ما وراهم فايدة، لأن البلد الأمن ما بقوي فيها، ما حد. والسبب شو؟ هل بالمكافحة المخدرات ميتين عن عمارهم في الدول اللي من غير، إنما نحن شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، البيوت والشيش والبيبان تازم طلقة صبح ومساء، والميالس طلقة، الوزارات طلقة، والله ما حد يقول حق الكلبسي، ولا حد يقول، ما حد تدق بيوتنا، ولا حد تقرقع دريشة علينا. نحن اللهم لك الحمد عايشين في نعمتن نحسد عليها، من تشوف الويلات اللي تسوي في بلادي اللي من غير، نحمد الله ونشكره. لكن بين لحظة وثانية، بين يوم والثاني، بين يوم والثالث، تسمعون انه تم احباط عملية تهريب مخدرات في المطار الفلاني، او في الباخرة الفلانية، او في المركز الحدودي الفلاني. زين الحين اللي احبطوا العملية هذه، انا اقول في خاطري، انا ما ادري عادة، انا في مقترح عندي يعني، روحي عادة أرد الشور، يعني مش أرد الشور، ما أدري هل إني بقوله صح ولا غلط، لكن العلم عند الله يعني، كلمت نتلوج في صاد في صدري وبخبر بها، وأتوقع إنها ماشية غير يعني القحت ولا ما ظهرها على ما قال متوصف، لكن اللي في كلمت عندي وبقولها، واللي يسمعوني ما شاء الله وايدين، واللي ما أكيد إنه بتوصل رمزه، لكن ما علي باس إن شاء الله، يا الله يا رب تحفظني من كل شر. أنا في مخيلتي أنا أقول اقتراحي، لو أنا مثلا
لو انا اقترح انه يعني اللي يزخون هالشيء، لان الكميات هذه بوي بعشرات الملايين بليارات، كل من زخوا شيء يكون حافز لهم نعطيهم ابوي جوائز عينيه اللي هي بيزات ماجنجو فلوس. لازم ابوي يتجسم عليهم بيزات، بيزات يتجسم عليهم. هل يزخون يحبطون عمليات هذا ما بالله تلفونات وكمبيوتر شهادة التقدير، هذا ابوي ما يسد. لازم يفرح بالبيزة اكثر، يفرح بالبيزة اكثر. كل حد ابوي يبون البيزات العرب ليه من غير الناس كلها ابوي تفرح بالبيز. حياس هذا ترى ابوي مجرد مقترح، انا اقول في خاطري، ما يمكن بعد يسوون شيء وانا ما ادري، يمكن يعطونها، لكن انا اقول في خاطري لو اني انا اشتغل في هالشغله العوده واعرض عمري حق الخطر وازخ اللي يزخون مخدرات وشيات، ما بفرح بكمبيوتر ولا تليفون ولا شهاده تقدير. شبهها شهاده معلوم، شهاده تقدير زينه، غير ودك يفرحك الخط يوم بيجيك منتفخ. يا الله ما زينه الخط يا ابوك، يوم بيجيك الخط وارم، اوه هذا يا ابوك الفنان. بعد حد من الطماعين ما يعيبهم الخط، يبون الخفيف هاي الورقة تشيك، قال لا أنا عيبني الخط. سامحوني عادة على الإطالة، وبارك الله فيكم. وأنا 99% من الطريق خطف، وباجي 1% يعني أكثر عن أقل عن 3 كيلو، باجيات إن شاء الله بوصل. وأنا وصلتي على الله يحفظكم مدينة محمد بن زايد، وأنا منكم خروفة البارحة، غير طالت أعماركم البارحة، ما هو حالي، ما هو حالي أكمل الخروفة ولا عد خراريف في الليل، وما رمت أني شوي المزاج كان والله هنه قرب الله تكون كان السبب، وتعكر شوي المزاج، فلذلك ما رمت عد خراريف. وإن شاء الله أنكم عاوضين اليوم إن شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه، والسموحة والعذر من جنابكم على الإطالة. وين ارمس اخلاف الحين برنامجي من اوصل بتمدى وبقيل، وبعين الله خير والمغرب اسير النادي، وبنحط لكم باكر بعد شيء عرس الميثاث ومخبرنكم انا عنه. وبس يلا بس عليكم عاد يلا ما تعيزون. شو تقول انت حينة؟ انا اولا بسراسر ايجي. وانت تباني اتاخر؟ لا اولا درى 3 يوم 2 يوم يجي. انزين الحين هذا في ويكند الحين؟ ادري انا كنت درى انجوي دور دور. دور دور يوم الخميس والجمعة. بعد بكره خميس انت ليش اليوم ده؟ ادوي انت؟ ورا بكره خميس انت بعد لا دبي صح؟ لا اليوم شو؟ اليوم الاثنين؟ الاثنين بكره الثلاثة، العقب الاربعة، العقب الخميس، تباني دبة حياتي ارتقد خاري، حق انت تاخذ راحك. انت مبسوط انا ما تباني اكون في البيت؟ زين انت موجود زين ولا؟ بعد والله بعد تكذب؟ ولا انت موجود صبح صبح انا اقوم بسرعة سرعة. يوم انا محد؟ سبعة ستة يعلك سبع رصاصات. بالله تكلم ينني غيرك يلا ما بيسكر سيارة ليش؟ قلنا برسوي نظيف داخل لا أنا نظيف السيارة ما شاء الله فنانة هذا بيطول داخل بسامة يلا تعال الحين مكران ياسر عوين الزراعة مسوي الحفاير حق الجور ليداد ويعني شو غدا؟ غدا سمك ريدي هي وشربة ريدي سمك شوي باقي بسكارات وين؟ في قدمة كلش انتظار أنت كله واعيات؟ أيوة. ما قيل اليوم؟ لا لا ايه لان اليوم ما حد مش موجود بيت ري اللي بيحط الغذاية ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام قيل تعالي من الحناية كم هير؟ كم كويكلي؟ كم كويكلي؟ كويكلي السلام عليكم. عليكم السلام. How are you? You fine? أكيد شور؟ Thank you من الحناية. وين دواركا؟ دواركا وين؟ في الكيتشن. هي يلا يا ربي اليوع اللي فيه ميت فيه ما تشوفون. هذا غداي، هاي شوربة قرع، وهذا ابوي يسمونهم السوتيه، وهناك شو بقى هذا ابوي شوربة الكيل مع الكينوا، وهذا ابوي مكرونة، وهذا تشتني واتشار ما تشو قم بصال قم رويل. عاد تريحين سمكتي المشوايه بارك الله فيكم. هالمكرونه ما بحقي انا، حق
المعاوني ولمن يرغب من القبائل. هذا سلطتي وهذا كحينة بقول بي يا حبيب النبي. هذا ابوي سم تاتيه، هذا اللي تشوفونه هذا اللي داخل حينة، هذا دهن حبيب؟ لا لا هذا سمن. هذا شوفوا هالشحم مال سمت روحه. هذا يحط التاوة هاي حاف روحه بس ملحة. بس ملحة. فيتازم ابوي تمضى بدهن التاء. ها هذا كل الدهن مالها روحه. ها سبحانك يا رب سبحانك. جيبها شوف حبيب بسرعة. هاي سوبريم كلنا يعرفه يا غير نحن ابوي خدمتنا للسوبريم ما نشوي على صخام لا تاوى حافة خالية بس نحط الملح على السمكه وبطنها ما ننظفه. اهم شيء انا عمري عندي محتويات البطن، اهم شيء ان البطن ما يتنظف، اهم شيء في السمكه. ها شو بطنها، ها بطنها مره اهم شيء محتويات البطن. هاي الحنثويل والمطاميط يا سلام سلم برويكم. خلاص تغدي فنان السمكه بس خلاص ريدي. يلا يلا عيب احنا فرات غير يتحرى في دهن. هلا تشوفون ما تشوفون يوم على الصخام ولا على اليمر تغدي السمكه سوداء تغدي لان ابوي دهن ريد. فنحن ابوي نستفيد الحين بهالطريقه فنجلي السمكه تازم هي مقلاي وهي مشواي بدهنة تروحها فتغدي فنانة. ها ترى ما جلدة شنو تصفطات السمكة؟ ترى ما تصفط السمكة سوبرين ما تصفط أبدا على عمر بحرها. ها على ما تشوفون. يلا شكرا حفيظ. أقول لكم عن المطاميط الحين بارويكم إياهن. أهم شيء أول بادي الرأس بتفيق اصبر علي. ما شيء ترى ما ينعق منها السوبريم ولا شيء. اهم شيء اللي داخل البطن كل هذا ما ينعق منه اذنه هذا كلها كل هذا ها ينشل بس القنقون القنقون خلوا عقوا هذا ابوي كله ينكل ها كله شحم شحم وتغذيه والمراره تنعق نعق المراره ها نزلوها وعقوها الباقي ابوي هذا كله ينعين وياه العيش تعين وياه العيش تعين وياه العيش وتتحلى بسلطة تتحلى بالسلطة السلطة حد المشارك اني فيها وتاكلها. شوف مليوع مار انت عق ثيابي مال هوي هوي مليوع اقولكم بس وابتدي ابلع واكل والحمد لله وهذا غداي كل السوبريم انا احب السوبريم غير ما بدوم اكله يعني لان الدوم عندنا ما شاء الله ابو محمد هلال بن محمد القبيسي على الله يحفظه ما يخطف اسبوع ولا اسبوعين الا ما شاء الله اييني ودام لين بيتي كان ما يخلوني حتى اشل بسيارتي روحهم يطرشون بسيايرهم روحهم يشلون. شو يوم يقول لك اللي بيلجمك دله تمك كان موجود الا ما بموجود لودام يوصل لين بيتي حتى لو ما اكون مسافر. يلا الله يحفظك يا ابو محمد ويطول بعمرك ويحفظ ابوك وامك واخوتك ومرزوق بالاخص عاده يبي يزعل علي بينقمني. هلا حبيبي يبي دبي ها انت وين؟ لا بدبي دبي دبي يا ابي الحين اوكي حبيبي حياك لا بي دبي في البيت جاي ابي عليك بباقادي العاص الحدابي
بقولكم على بيمتزر البيت الا كيك وحلاوه وعزايا. كان بيني وبينكم الكيكه هذه انا قايل حق منو؟ حق ريلها، ريل الحرمه اللي تسوي المشروع، مسوي هالمشروع. هي ما تبيع اول، تجسم ودوم تهدي وتطرش حق كل من تبى. انزين شو قلت لها؟ قلت لها حين انت شو اللي حادنك هيدا كله ترشين رشاوي؟ هاي عباره كل جسام، ليش ما تسوين منها وتسوينها كمشروع تجاري؟ يعني يدخل لكم. وانا الكيكه تدرون متى ماكلينها يا الله يحفظكم، قبل سنتين مرتين ثلاث اربع طرش لنا، وشي خيالي لا صار ولا استوى. وخدمه بيت روح حرمه، روح خدمة حرمة رعاية الدار يعني، وتخدم روح الموضوع هذا ومسمتنها كيكة عزة. هذه هي الفكرة من حرمة اسمها عزة. من وين ما يندرابها يا غير سمت الكيكة؟ قلت لها كان تبين تسوين المشروع هذا سميه كيكة عزة، لأن الكيكة ما بنتي مسوتنها مخترعتنها، أنت ماخذ الفكرة من عند فلانة وهالكيت هالكيت. لازم تسمين أبوي شيء ينسب لأصله. فالمهم ابتدت عاد المشروع، وقالت لي اول حد بيطعم الموضوع هذا انت، هذا مال دعم للمواطنات بلاش بمبيزات، والله العظيم انه بلاش. انزين ها شلنا حطنا هنا من ارويكم حي الطريقه هذا شيء، لا اقول لكم شيء غريب عجيب، حي ريحه المكان كلها ضيت من ريحه الكيكه. يعني الكيكة كيكة مكسرات وصح صح ومكسرات، ما شيء غيره يعني، لك محطوطة مكسرات بطريقة كثيفة. يعني شفتوا خدمة الأكرام يوم حد يقول خدمة هل البيت كانها بسوت حق عمرها. قلت أبوي شو بتحصلين من الفائدة؟ لكن السعر على فكرة ما أدري بها كم تبيعها. اللي يبى الحين بعد شو بصور لكم الصورة، يلا طعمنا، يلا تيست all of three of you in one. ست عاد انتين سويتي الخنابيل وانتي هبه بخير. يلا each one of you and يلا 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 1 2 3 happy birthday. شيء يقولكم لا صار ولا استوى. ها شو good or medium or ها very nice. ها من الحناية. ها فرنسا يا سلام سلام. أقول لكم حتى غير نمونة. يا الله يرزق هاي بوي بالحرمة، خبرتكم عن القصة، ما في عيد السالفة ودي ثانية شيء لا صار. والخدمة خدمة كأنها يعني اللي خادم الموضوع هذا كأنه مسوينه حق عمره، مش كتجاري. مسوي أظني بمريض صح تنخدم، يوم رسولها صح كامل، شيء فنان يعني. وهشة قمي ذا يس هشة يعني، مش إنها ها شو خاطريه ما بخلي شيء. أيوة هاي على كازم أبوي حافظتنها مدة طويلة ليه ولا تعود إذا، لكن لازم النوعية هاي اللي بياخذ منهن ياخذ من الطيبات الزينات، هب من هايد بهبهو مال قوم كشرة، لا لازم تاخذ من النوعية الجيدة حق تازم محافظة على السامان. وعاد ما نحط هاي نودي هالفل داخل البيت من داخل. الحين بصوركم هذه خبرتكم عنها مال الطلبات. أكيد مساكم الله بالخير، وأدري بعمري اللي متأخر يا ربي ما الصبح والله ما لا رن ولا قال شيء، وحين يوم حادي برمسكم رن ما ينتراب حد مرعب اللي حد بابا حد من العرب حتى هزم لساني التات مكثر حد من كثر هالرمسة. أنا ظهرت من دبي لين وصلت أبو ظبي تبارك الرحمن، ما علي بسم الله عليك بسم الله علي. شوف الله عليكم
والله العظيم يا نساف من الصبح. أقولكم كنت أتكلم عن موضوع أني وأني متأخر أصلاً أنا في سيرة الجيم. يقولون والله مفروض أنت ما تروح الجيم، أنت جاي من دبي وخط وطريق. شوفوا موضوع التمرين هذا أو عمل الرياضة أو أنك تسوي رياضة، إذا أنك استسلمت للكسل، إذا أنك استسلمت للكسل فبتازم أسير الكسل وبيضري ينبك وتضري عمرك على أنك أنت بذلت والله مجهود. شو يعني تراكب حمارة ولا شيء ولا ضارب بعتله؟ لا أنت ولا تشتغل بخصين تشتغل ماشي راكب سيارة والدرول ولا حد يدرول بك، هذا أبوي لا بتعب ولا بإرهاق ولا في أي شيء بالتعب. فلذلك أبوي التعب بيجيك إذا أنك أنت استسلمت للكسل. فلذلك لو تحس باللي تحسه ضروري أنك أنت تسير للتمرين. تمرين ما بلازم جري مشي، أي مجهود تبذله تفقد فيه شيء من السقم اللي تاكله طول النهار، وأنا خاصة هالأيام عادة. يلا برام سخلاك أقولكم بخاطري أصوي، لكن الجمعة ترون تمشي من العالم. يا ربي العالم اليوم هذا يوم أقول لك مردفيسة عباس على دباس، اليوم ها الجم كله عباس على دباس. هذا اللي الطرف هذا طرف الحضرة، ها وين عرب أبوي جاي من إجازة، واللي جاي أبوي من عند هلا، واللي جاي من دبي، واللي جاي من الفجيرة، واللي من البلاد من رس البلاد روح أبو ظبي، واللي من عين الماء، واللي من أطراف أبو ظبي، واللي كل هالعرب أبوي تتمرن مع حد عياز. العياز تدري كانت يثري والله العياز قبل ما يجي، فقلت في خطري شو اللي كان فيني اليوم تعايس وأمس تعايس وذي قبل ما شيء فايدة أمس ما جيت الجيم عذري عندي، يعني عسب إني أتفادى الضباب الفير فأخيرني يعني جيت سريت في الليل زي إنزين. يا غير يوم ما يكون عندك شغل ما بلازم تتعايز، وايد ضروري انك انت ما تخلي العيازة تيك. حد يسميها عيازة وحد يسميها هيازة، حد يقول واحد انا هيز، حد يقول انا متعايز، فلا ندري الحقيقة من اين تأتي. العلم عندنا حصل راحة اللي هي دقيقة اي ارمسكم، اولا ما اصبر عنكم، وثانيا ابوي القط الدورة من كل شيء في الدنيا الا منكم، اخافكم تنسوني إذا غبت عنكم ربع ساعة عشر دقائق. يقولون رأي في السناب يوم تبطي على رضاعك مغاب عن عيني سنع عن هبالي. فلذلك أبوي أنا ما أبغي أغيب عنكم حتى لو ما عندي رمسة، بصور لكم شيء يعني أي شيء، لو حتى